بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم لنا لقاء جليل مع إمام جليل، هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، بل هو أولهم زمانا، ومن أعظم السلف قدرا في الفقه والمعرفة، وهو من هو في ثناء العلماء عليه وإطباق كثير منهم على تعظيمه وعلى بيان أنه كان فاهما لكتاب الله، عالما بالفقه. هو الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن المرزبان، ومن اسم جده يتضح أنه كان فارسيا ومن أهل كابل، وهي عاصمة أفغانستان اليوم، وكانوا من أهل كابل الأحرار الذين لم يقع عليهم رق، إنما أسلم جده طوعا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وانتقل إلى الكوفة جده، وجاء بثابت، وكان ثابت هذا خزازا يبيع الخز وهي الثياب، وعنه أخذ أبو حنيفة هذه الصناعة. فأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت بن المرزبان كان خزازا يبيع الخز، وهذا كان ديدن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فلم يكن أحد منهم يقبل أن يعيش عالة على غيره ولا أن يستلم راتبا من غيره، إنما كانوا يجدون ويجتهدون ويعملون ما في وسعهم لتحصيل معاشهم. فهذا قفال، وآخر زجاج، وثالث نجار، ورابع حداد، وخامس بزاز، وهكذا. فما كانوا يعتمدون في معيشتهم على غيرهم، هذا أورثهم عزا وترفعا وبعدا عن الحاجة عما في أيدي الناس. وكان هذا ديدن علماء المسلمين في السلف الأول وفي العصر القريب من عصر النبوة، لكن صارت بعد ذلك للعلماء وظائف ويتقاضون عليها مرتبات، وصاروا يتفرغون لطلب العلم وليس في أيديهم صناعة، فاستغل هذا كثير من الذين لا يخافون الله في كثير من البلاد الإسلامية، وجعلوه وسيلة ضغط على العلماء وابتزاز لهم، وخوفوهم بقطع أرزاقهم ورواتبهم، وهكذا كان للأسف الشديد. أما صاحبنا وأستاذنا وإمامنا فهو لم يكن كذلك، فقد وسع الله تعالى عليه في الرزق بسبب هذه التجارة، وما كان قد ورثه عن أبيه منها، فقد ورث عن أبيه زيادة عن 200,000 درهم، و100,000 درهم في ذلك الزمان ثروة طائلة، إذا علمنا أن الدينار الذهبي فيه 12 درهما فضة، فنقول هي قرابة 8,500 دينار ذهبي، وهذه ثروة هائلة. إذا علمنا أن كل 3 دراهم تشترى بها شاه، علمنا مقدار الثروة التي ورثها عن أبيه رحمهم الله تعالى. مع ذلك آلى على نفسه ألا يبقي عنده سوى 4,000 درهم لأثر كان يرويه هو رحمه الله تعالى عن علي، أن 4,000 درهم تعد نفقة، وما فوق ذلك فالمرء ليس بحاجة إليه، فكان يستبقي عنده 4,000 درهم وينفق الباقي كما سيأتي في الطلاب الفقراء وفي غيرهم، وكان قوته في اليوم في الشهر 2 درهم، قوته كان 2 درهم في الشهر، وهذا يدل على مدى ما كان فيه من زهد وورع، على أنه كان يلبس فاخر الثياب، فإنه كان بزازا من ثيابه، كان يلبس فاخر الثياب ويتطيب ويجل العلم ويخرج على أحسن هيئة للناس. أبو حنيفة ولد في الكوفة 80 للهجرة، وتوفي بها أو توفي ببغداد
سنة 50 و100 رحمه الله تعالى، فهو قد عاصر الدولتين الأموية والعباسية. والدولة الأموية كانت دولة تستند إلى العرب في شؤونها وفي قضاتها وفي حكامها وفي أصحاب شرطتها وفي علمائها، تبرز العرب وتعنى بهم، فكانت دولة قائمة على العصبية العربية، بخلاف الدولة العباسية التي كانت قائمة على الشعوبيين من أبناء فارس وغيرهم الذين نصرت بهم الدعوة العباسية. ولم يكن للعرب في زمان الدولة العباسية تلك المكانة التي كانت للعرب في زمان الأمويين. مع ذلك، مع كون الإمام رحمه الله تعالى من أبناء فارس ولم يكن عربيا في أصله، فإنه وجد الساحة معبدة أمامه لينشر علمه وفقهه ورأيه وفكره بدون مضايقة من أحد تقريبا. وهذا يدل أيها الأحباب على أن الإسلام قد هذب النفوس وجعل لمن يأتي بالحكمة كائنا من كان منزلة عالية. فهذا رجل فارسي الأصل، مع ذلك تصدر في الكوفة وصار فقيهها الأعظم، بل صار فقيه العراق الأوحد، ولم يمنعه ذلك نسب ولا بعد عن العرب في زمن كان العرب فيه دولة وصولة وجولة، زمان الدولة الأموية. وهذا يدل تماما أيها الأحباب على أن المسلمين كانوا يتلقون علومهم ممن يروه أو ممن يرونه صالحا في دينه ودنياه، ويتقبلون منه كائنا ما كان نسبه أو كائنا ما كان أصله، فرحم الله تعالى الجميع. لهذا الإمام مزايا عن سائر فقهاء المذاهب الأربعة. من مزاياه أنه أولا ولد في زمان الصحابة رضي الله عنه، وهذا إجماع، فهو قد رأى أنس بن مالك وسمع من 6 آخرين من الصحابة على خلاف، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، لكنهم اتفقوا على أنه رأى أنس بن مالك، ومن رأى الصحابي فهو تابعي. إذن وتابعيهم بهذا الاعتبار لرؤيته، كان قد رأى أنس بن مالك يصلي، فمن رأى أحد الصحابة كان تابعيا. وقيل أنه قد رأى في مكة عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه سنة 96، وكان عمره آنذاك 16 عاما، وكان هذا الصحابي من تأخرت وفاته رضي الله عنه. وقيل غير ذلك في من رآهم، لكن على الأقل نقول إنه ولد زمان الصحابة ورأى بعضهم، والبعض يصدق على الواحد وهو أنس رضي الله عنه، هذا إن لم تصح الحكاية في من رآه غيرهم. هذه مزية لا شك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهي مزية ظاهرة لهذا الإمام رحمه الله، وتفرد عن سائر أئمة المذاهب الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. الأمر الثاني أيها الأحباب أنه رزق تلاميذ عظام كرام كانوا قدوة في مجتمعهم، فمن تلاميذه كان أبو يوسف وهو الإمام الكبير الذي كان مقربا عند هارون الرشيد وجعله أقضى القضاء وجعله رئيسا يعني للقضاء، وكان من أصحاب مجلس هارون، وكان هارون يجله ويعظمه. ومن أصحاب محمد بن الحسن الشيباني الذي أثنى عليه الشافعي كثيرا وقال ما رأيت سمينا عقل قط إلا أن يكون محمد بن الحسن، فكان يعجب بمحمد بن الحسن جدا ويعظمه جدا، وكان فصيحا مفوها رحمه الله تعالى. هذا محمد بن الحسن الشيباني، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب زفر، وهو من كبار الأئمة والعلماء، وكان من جلسائه الذين كانوا يجلسون إليه داود بن نصير الطائي، وهو من هو في الزهد والورع ومن كبار أئمة السلف في هذا، وكان من جلسائه الفضيل بن عياض وهو من هو في الزهد والورع، ومعلوم معروف حاله الفضيل بن عياض، وكانت تلامذته على هذه الشاكلة. فقد رزق تلامذة عظاما كراما أئمة
رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا مما امتاز به في الحقيقة. صحيح أن للشافعي تلاميذا كبارا مثل المزني مثل البويطي مثل الربيع، لكنه لم يكونوا على مستوى تلامذة الإمام أبي حنيفة. وكان الإمام أحمد تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك كان لمالك تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، الذين نشروا علمه شرقا وغربا وفرعوا وأصلوا ودونوا. وكان محمد حسن الشيباني قد ألف كتبا ستة نصر فيها مذهب الإمام وذكره وفصله وذكر الآثار المروية عنه وفرع وأصل وبذل جهدا عظيما في هذا لا شك، لأن الإمام كانت له كتب لكنها قليلة. الفقه الأكبر منسوب إليه، الفقه الأوسط منسوب إليه في العقائد، لكن يبقى له كتاب رسالة اسمها العالم والمتعلم أيضا منسوبة إليه، رسائل قليلة، لكن الذي فرع وأصل وضبط مسائل الإمام كان هو تلامذته وعلى رأس محمد بن حسن الشيباني الذي كان يناظر على مذهبه. وهذه مسألة مهمة. ومما امتاز به رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وألحقنا به على أحسن حال أنه أول من ابتدأ تدوين المسائل وضبطها. هذه قضية مهمة، فهو الذي رتب المسائل، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، هو الذي ضبط هذا التقسيم لتلك الأبواب وجعل المسائل ضمنه، ونقلت عنه المسائل وكتبت في زمن لم تشتهر فيه الكتابة تلك الشهرة الكبيرة، فكانت له تلك المزية الكبيرة. ومن مزاياه أيضا قدرته الفائقة على المناظرة، وهذه تحسب له لا عليه، فإن مالكا سئل عنه فقال: رأيت رجلا لو قيل لو أراد أن يناظرك على أن هذه السارية من ذهب لفعل. سارية من خشب، عمود المسجد كان من خشب، قال: لو أراد أن يناظرك على أنه من ذهب لقدر ولفعل، لقدرته الفائقة على المناظرة رحمه الله تعالى. كان إمام أحمد يناظر وكان مالك يناظر، لكنهم لم يكونا بمستوى أبي حنيفة في المناظرة المحضة، والشافعي كان مناظرا بارعا لكنه كان دون أبي حنيفة في المناظرة أيضا. فأبو حنيفة ورد عنه أشياء عجيبة في المناظرة كما سيأتي في بعض الجوانب الكلام إن شاء الله تعالى. ومما امتاز به ذكاؤه الفائق الذي أعانه كثيرا في مضائق، ورفع عنه حرجا كبيرا، وتخلص بسببه من مواقف ضيقة حرجة في الحقيقة، وسيأتي إن شاء الله نوع أو لذكر هذا أو ذكر لنوع من هذا في ثنايا الحديث. إذن هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وممتاز به. إذا كان هذا على هذا المستوى وكان يأتي بالفقه على وجه عجيب، فلماذا تكلم فيه؟ اسمعوا يا أحبابنا، دعونا نسأل عن أصوله. إذن كيف كانت أصوله التي يحتكم إليها ويأخذ منها؟ أولا، هذا الرجل كان إماما كبيرا عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مثل الأئمة الثلاثة الباقين في علمهم للسنة وحفظهم لا شك من باب الإنصاف، لكنه كان ضابطا لحديث بلده وهي الكوفة، عارفا به وكان مدونا له، وقد ذكر أنه كتب آلاف الأحاديث واستخرج من الأحاديث التي أجمع الناس عليها واتفقوا، وكان يفتي بها ويأخذ. فكان من مذهبه أولا كتاب الله تعالى الأخذ والاستقاء منه كما عادة الأئمة كلهم، كتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. طب أي سنة هي؟ السنة التي اتفقوا على أخذ بها، فكان لا يدعها أبدا. حتى نفهم كيف كان يستقي مذهبه وفقهه، كان لا يدع الحديث المتفق عليه المأخوذ به أبدا، بل كان يقدمه. والعجيب، وهذا يعني قد يكون خلافا عما يعرفه كثير من الناس عن هذا المذهب، أنه كان في قول أصحابه يقدم الحديث الضعيف على القياس ويأخذ به، فقد قدم عددا من المرسلات وهي من قسم الضعيف على القياس وأخذ به في مسائل. يأتي بعد ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف أمرا في كتاب الله، قاعدة في كتاب الله، أو قاعدة في أحاديث أخرى مجتمعة كثيرة، فهذه هي التي كان ينظر فيها ويرجح.
وهي التي بسببها عاب عليه ذلك الصنيع عدد من العلماء. أما هو كان له وجهة نظر أن الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه فليس لأحد فيه كلام، يأخذ به مباشرة ويفتي به. أما إن جاء الحديث من وجه مخالف من وجه آخر بأحاديث أخرى أو بمتفق عليه متواتر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو هذا لذاك، يدعو هذا لذاك، وهذا سبب تركه لمسائل عمل بها من بعده، هذا لابد أن نفهمه. فإن لم يكن هنالك نص من كتاب ولا من سنة أخذ بالإجماع، وإجماع الصحابة مقدم عنده، بل يكاد لا يرى غيره، لأنه يقول ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن أصحابه نتخير منه، نتخير، وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذه كلمة، كلمة حق في حق أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان عالما كبيرا وكان تابعيا، ولقي 93 من رؤوس التابعين، وكان له 4000 شيخ. فمثل هذا يحق له أن يقولها، يحق له أن يتكلم، يقول نحن رجال وهم رجال. ما يأتي اليوم الأحداث والناشئة والذين ابتدأوا العلم والذين قصر علمهم كثيرا، إذا تحدثت الواحد منهم يقول، يقول فلان كذا، يقول فلان كذا، يقول نحن رجال وهم رجال. لا، أنت ذكر وهم ذكور صحيح، لكن تكون رجلا مثلهم معاذ الله. فإن الرجولة ليست بالمقياس الذي يفتح الإنسان فيه الكتاب ويقرأ عدة مسائل، أو يحفظ القرآن، أو يحفظ عددا من الأحاديث، أو يحفظ عددا من الكتب ثم يقول نحن رجال وهم رجال. هؤلاء كانوا أقرب إلى المصدر الثر، وكانوا من أهل القرن الأول، وكانوا عظماء اتفقت الأمة على توثيقهم وتقديمهم، وكان له تلامذة ما يتركوا، ما يتركون شيئا من خطأ يدركه إلا وينبهونه. فالمسألة، يأتي اليوم واحد من الناس يتعلم سنة أو سنتين ثم يقول نحن رجال وهم رجال، ما يصح هذا القياس. وإلا تركنا تراث الأئمة العظام الكبار وأخذنا بكلام فلان وفلان من المعاصرين الذين ربما خالفوا كثيرا أو شذوا في بعض الأحيان. هذه أيضا نقاط مهمة. فإن لم يجد إجماع الصحابة على شيء واختلفوا في شيء فإنه يتخير من أقوالهم، إذا اجتمعوا على شيء فإنه لا يفارقه، يأخذ به. أما إذا اختلفوا فيتخير من أقوال الصحابة، ثم إن لم يجد يجتهد برأيه ويقايس ويتبع العرف والاستحسان وغير أو غير ذلك ما هو معلوم من مذهبه. إذا مذهبه الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليهما شيئا، هذا أمر معلوم. طب إذن من أين جاء الطعن في هذا الإمام حتى نعلم؟ هو الطعن يا إخوة، هذه مسألة محنة كما يقول السلف، كثرت في الزمن الماضي والزمن الحاضر. فإن الطعن يكون إما لجهل أو لهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وأكثر ما طعن فيه الإمام لجهل الذين طعنوا قدره، ما يعرفون قدره، لذلك طعنوا فيه. مثال أضرب لكم مثال، هذا عبد الله بن مبارك الإمام الكبير، وحدثتكم عنه قبل ذلك في حلقة من حلقات هذا البرنامج، كان في بيروت عند الأوزاعي في الشام، قال يا خراساني، عبد الله مبارك خراساني، قال يا خراساني من هذا المبتدع الذي ظهر عندكم بالكوفة ويسمى أبا حنيفة؟ فسكت، يقول سكت عبد الله مبارك. فرجعت إلى بيتي فمكثت 3 أيام أتخير من مسائل أبي حنيفة الجياد من كتبه وأكتبها. قال النعمان بن ثابت، قال النعمان ثابت حتى يأتي على المسألة، قال النعمان ثابت حتى يأتي على المسألة، وكتبتها في رسالة ووضعتها في كمي وذهبت بها إلى المسجد، وكان مؤذن مسجدهم وإمامه، يعني مع زيد محلة الأوزاع إلى الآن في بيروت معروف الأوزاعي، وهو مدفون في بيروت رحمه الله تعالى. وهذا الأوزاعي من كبار السلف وعظماء وعاظهم وعلمائهم، ومن كبار الصادعين بالحق والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن إنسان عدو ما يجهل ما يعرفه. وقد جاءت إليه أخبار كرهته وبغضته، في بغضت أبا حنيفة إليه، فقال أرني هذا الجزء الذي في يدك، فأراه إياه، فقرأ مسألة وكان قد أذن، ثم تركه وأقام الصلاة، ثم بعد الصلاة أتى على الكتاب أو على جزء كله،
قال: من هذا النعمان بن ثابت؟ فمسائله جياد. قال: كيف به؟ قال: الزمه فإنه شيخ النبي، يعني شيخ. قال: فهذا أبو حنيفة الذي قد كنت تنهاني عن مجالسته. إذن يعني الإنسان ما يدري، وإذا ما درى جاءت إليه الأخبار مشوشة أو مغلوطة يخطئ هذا الخطأ. لذلك الأوزاعي اجتمع به في مكة بعد ذلك في الحج، وصارا يتناظران في مسائل كان جلها من تلك الكراسة التي كتب عبد الله بن مبارك. فأفاض أبو حنيفة في ذكر جوانب لم يكن قد كتبها في الكراسة. فلما فرغ قيل له: كيف رأيت؟ قال: والله غبطته لوفور علمه وقوة عقله، وإني أستغفر الله تعالى مما قلته فيه. يعني هذا الأوزاعي وإمام كبير لما تسلف، هذه شهادة لهذا الرجل، وممن كان يتكلم فيه أيضا لمذهب، للمذهب المخالف في بعض المسائل العقدية. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله على مذهب السلف في العقائد، لا يعرف هذه الأمور المحدثة من علم الكلام وكذا، كان مذهبه مذهبا سلفيا قحا في العقائد. لكن هناك مسائل مثل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كان يرى أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء أصل واحد في نفس الإنسان يزيد حتى يمتلئ صدره به يعني. فإذا كان كذلك لا يمكن أن ينقص بعد ذلك، كان هذا رأيه. وأكثر العلماء يقول: هي مسألة خلاف لفظي بين أبي حنيفة والعلماء، لذلك تكلم عنه عليه البخاري فيها وغض من شأنه، فرحم الله تعالى الجميع. لكن من يسلم من الناس؟ هذا البخاري نفسه كان قد تكلم فيه، الذهلي وغير جماعة تكلموا فيه لمسألة عقدية دقيقة. فما في أحد يسلم من كلام الناس أيها الأحباب، فننتبه، فإن الكلام يكون إما بجهل أو بهوى لخلاف المذهب. فهنا هذا الإمام تكلم فيه أو تكلم فيه بعضهم، لكن المعتبر أنه إمام جليل من أئمة المسلمين، جاز القنطرة. ومعنى السلف يقولون أن فلانا جاز القنطرة، يعني انتهى أمره، لا يعاد الحديث فيه، إنه مأمون ثقة من ثقات المسلمين. إذا قالوا جاز القنطرة يعني انتهى الحديث فيه، وهو مأمون ثقة عالم مقبول. إذا قالوا هذا فلان جاز القنطرة. فأبو حنيفة رحمه الله ممن جاز القنطرة، واتفق أكثر السلف على استحسان فقهه والأخذ بكثير من مسائله وعلى توثيقه وإمامته، فرحم الله تعالى الجميع. كان في بدء أمره يناظر أو يحب علم الكلام الذي كان ناشئا آنذاك، ليناظر به الخوارج، رؤوس الضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية. هذا كان بداية أمره. ثم إنه في يوم ما كان جالسا في مسجد الكوفة الأكبر، وجاءت امرأة سألته عن مسألة طلاق السنة، ما هو؟ قال: اسألي فلانا. وكان هو المشهور الإمام الكبير حماد ابن أبي سليمان، اسألي فلانا فإنه يعرف، وهات الجواب. ذهبت إليه سألته، ثم جاءت إلى رجعت إلى أبي حنيفة فذكرت له الجواب. فوقع في نفسه الفقه، وأخذ نعليه وترك حلقة العلم الكلام هذه التي يتحدث فيها أو يناظر فيها رؤوس الضلال هؤلاء، والتحق بحماد بن أبي سليمان ودرس عليه 18 عاما، ما تركه حتى مات رحمه الله تعالى. وحماد من كبار أئمة المسلمين، فهو قد أخذ عن إبراهيم النخعي فقيه العراق الأوحد في زمانه، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة، وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا كان فقهه موثقا. لذلك المنصور لما استدعاه قال: عمن أخذت يا أبا حنيفة؟ قال: أخذت عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، وأخذت عن أعلم أهل الأرض عن أصحابه عبد الله بن عباس. فقاله أبو جعفر، وقد سر بذكر عبد الله بن عباس، أن الدولة العباسية طبعا جدهم عبد الله بن عباس، فسر بذكره وقال: قد استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة، استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة. فالرجل كان عالما، أخذ عن التابعين كما قلت لكم 93 من التابعين، رأى بعض الصحابة، ولد في الزمان الأول، فالرجل لا سبيل للطعن فيه أبدا، فهو عالم كبير. ويكفيه فخرا وشرفا أن مذهبه اليوم يطبق آفاق الأرض، وهو أكثر مذاهب الفقهاء انتشارا في الأرض اليوم، في بلاد العجم وفي بلاد العرب
وفي الغرب وفي الشرق في الشمال في البلقان اليوم مطبقون على مذهبه، لأن تلك الدول كانت الدولة العثمانية قد فتحت تلك البلاد فنشرت فيها مذهب أبي حنيفة، وكانت الدولة العثمانية قد أخذت بمذهب أبي حنيفة، وليس الدولة العثمانية فقط بل إن بني العباس كانوا قد أخذوا بفقه أبي حنيفة في وزرائهم وفي قضاتهم، ما كانوا يعينون في الغالب إلا من كان على مذهب أبي حنيفة، وذلك عن طريق أبي يوسف كما ذكرت لكم تلميذ أبي حنيفة. والدولة السامانية آل سامان وآل الصفار وآل سبكتكين وآل الغزنوي محمود، هؤلاء كلهم سلاطين الأرض وكبارهم وحكموا العجم قرونا، وكان لهم عمل طويل في تلك البلاد أيضا على مذهب أبي حنيفة، ومسلمو الصين على مذهب أبي حنيفة كثير منهم، ومسلمو الهند الهند الكبرى يعني التي أفغانستان وباكستان والهند اليوم وبنغلاديش، ويطبقون تقريبا على مذهب أبي حنيفة، فيهم بعض الشافعية لكن قليل، ومذهب أبي حنيفة يتبعه أكثر من شطر أهل الأرض من المسلمين اليوم، وكان في القرن الحادي عشر يتبعه ثلث المسلمين، ثلث المسلمين يتبعون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن كان هذا مذهبه وتلك حياته وفقه لا يمكن أبدا أن يوصف بالضلال أو أن يوصف بأمور تطعن فيه رحمه الله تعالى، بل نقول فيه إنه قد جاز القنطرة وهو ثقة مأمون رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلازم شيخه حماد، كيف لازم شيخه حمادا يا إخو؟ انظروا للأدب، الأدب لذلك الذي يقول يوم نحن رجال وهم رجال، في الغالب أنا أقول بعضهم يعني جزاهم الله خير مؤدب، لكن في الغالب يفتقدون إلى أداب طالب العلم. تقول أخت حماد: كان النعمان بن ثابت يكون ببابنا يندف لنا قطننا ويشتري لنا بقلنا ونحو ذلك. يندف لنا قطننا، القطن عندما يأتي القطان ويندفه بالحلاج بالمحلاج هذه، فكان يأتي به أبو حنيفة، وكان يذهب يشتري لهم حاجات من السوق حتى يريح شيخه، وكان ملازما له ولخدمته 18 عاما، تصور هذه المدة. وكان حماد معجبا بأبي حنيفة جدا، على أنه ممن تأخر في التحاق بحلقته وجعله بعد ذلك موجها في حلقته، فكان إذا غاب ينوب عنه أبو حنيفة. فلما مات حماد احتاج الناس إلى العلم في الكوفة فقدموا أبا حنيفة رحمه الله تعالى عوضا عن حماد ابن أبي سليمان. وكما قلت لكم كان له 4000 شيخ، ما هو شيخ أو شيخان أو 3، ما بين مقل عنهم ومكثر مثل حماد. وهذا الأدب ساقه إلى خير كثير، وكان في نفسه أديبا صبورا على جهل الناس وسفهيهم رحمه الله تعالى. جاء إليه يوما رجل في مسجد الكوفة وهو في حلقته، فسمعه يقول في سأله عن مسألة للحسن رحمه الله تعالى، فقال: أخطأ الحسن. فغضب الرجل، وهذه من العصبية الممقوتة، العصبية التي لا تقبل. غضب الرجل وقال: تقول يا ابن الفاعل أخطأ الحسن؟ يعني تقول هذا الكلام؟ فهذه ابن الفاعل كلمة صعبة. فهم أصحابه بالبطش به فسكنهم وقال: نعم أقول أخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هكذا بكل هدوء، كان هادئا، ما يعلم عنه صبوة ولا يعلم عنه غضب، ولا كان فيه هدوء وكان فيه حلم كبير رحمه الله تعالى. في حلقة من حلقاته في مسجد الكوفة وقف عليه رجل فقال: يا مبتدع يا زنديق. تصوروا يعني كيف يخاطب هذا الإمام: يا مبتدع يا زنديق. فقال: غفر الله لي ولك، أما والله إن الله لا يعلم مني غير الذي قلت، وما عدلت به أحدا مذ عرفته، يعني الله تبارك وتعالى، وإني لأرجو ثوابه وأخاف عقابه. فلما أتى على ذكر العقاب بكي رحمه الله تعالى. فالرجل طبعا يعني أحرج وقال: اجعلني في حل. قال: أنت في حل. سبحان الله العظيم، أخلاق كريمة. يقول له: يا مبتدع يا زنديق، ثم يقول له: اجعلني في حل، فيقول: أنت في حل. هذه الأخلاق هي التي نحتاجها اليوم في معاملتنا مع الناس وفي حديثنا واختلاطنا بهم، كيف نصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
وقد كان رحمه الله تعالى متعبدا كثير العبادة. يعني روي عنه وأنه عن أصحاب الذين يعاشرونه وعن أم ولده وعن الذين كانوا مقربين إليه أنه صام 30 سنة رحمه الله تعالى سردا، يعني ما عدا الأيام المحرم صيامها. وأنه أيضا رحمه الله تعالى قام أيضا قرابة 30 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا من أصعب الأمور رحمه الله تعالى. وسيأتي هذا في ذكر مالك وتفصيل هذا في حياة مالك، لأن مالك روي عنه مثل هذا من العبادة. وكان يختم القرآن كل 3 أيام مرة اتباعا للسنة رحمه الله تعالى، وهذه أيضا عبادة يخضع لها مثل هذا الإمام المشهور. كان مشغولا بأصحابه وكثرتهم وبالمسائل، فقد كان يصلي الفجر ويتعرض للناس مسجد الكوفة في حلقة إلى أن يتعالى النهار ويأتي الظهر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة ثم يأتي العصر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة. تقول أم ولده: ما رأيته قط نائما في الصيف إلا ما بين الظهر والعصر، هذا نومه في الصيف ما بين الظهر والعصر، أما الشتاء ففي أول الليل، وما عدا ذلك فهو في عبادة ودرس ومناظرات ونقاش رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العبادة على مستوى رائع وجليل وعظيم من هذا الإمام. لذلك ما كان علمهم فقط نابعا عن قراءة ولا عن دراسة عن مشايخ، لكنه كان عن عبادة وزهد وورع. يقول ابن المبارك وكفى به، يقول: دخلت الكوفة سألت عن أفقه أهلها، قيل لي أبو حنيفة، عن أزهد أهلها فقيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أورع أهلها فقيل لي أبو حنيفة. إذن العلم هكذا يأتي، عن طريق الزهد والورع والعبادة والانكسار بين يدي الله والبكاء والخشية. ما يأتي العلم يعني عن طريق المكابرة ولا عن طريق النفس الحاسدة ولا عن طريق النفس الأمارة بالسوء ولا عن طريق النفس التي تريد الشهرة وتطلع إليها، ما يأتيها علم. ولا يبارك الله تعالى في علمها إن علمت ودرست، ولا يبارك الله تعالى في من تعلمه ولا يكون لهم تلاميذ وينقطع ذكرهم وأثرهم، نسأل الله تعالى السلام. وانظروا إلى هذا الإمام بعد 1300 سنة تقريبا كيف علمه منتشر في أقطار الأرض، وهذا من فضل الله تعالى على مثل هذا الإمام. وكان ورعا إلى الحد الذي يخضع له، أرسل ثوبا مرة في قافلة ثياب له، كان خزازا، فأوصى صاحب القافلة أن يبين أن في هذا الثوب عيبا وأن يبين لبائعه لمشتريه هذا العيب. فلما رجع قال: أبينت؟ وقال: كان قد أتى 30,000 درهم. قال: لا والله قد نسيت. قال: فتصدق بكل تلك الدراهم ورعا منه رحمه الله تعالى. انظروا، انظروا إلى البعد عن الشبهات، إلى التورع، كيف يورث العلم الحقيقي النافع. أما ذكاؤه فهو شيء عجيب، الله تعالى آتى هذا الرجل ذكاء عجيبا، وآتاه فراسة في الرجال وعلما بأحوالهم، فكان يقدر على الجواب الذي هو جواب نادر لا يؤتاه كل أحد في كل وقت. وقف عليه خراساني وفي حلقته فقال له: يا إمام، إني في أمر أهمني وأزعجني. قال: وما هو؟ قال: لي ولد كلما زوجته طلق، وكلما سريته أعتق. هذه مشكلة، يعني كلما أتيت له بزوجة طلقها، وإذا أتيت له بسرية يعتقها، ماذا أصنع؟ فقال للوقت، يعني على مباشرة، قال: اشتري جارية أعجبته لنفسك، يعني انظر أي الجواري تعجبه فاشتريها لنفسك أنت ثم زوجه إياها، فإن طلقها ترجع إليك فهي مملوكتك، وإن اعتقها يبطل عتقه لأن عتق ما لا يملك. اسمعوا كيف، يعني مباشرة، هذا جواب مباشر. فيقول ابن شبرمة وكان ممن يقع فيه، فيقول: علمت أن الرجل فقيه حقا واستغفرت الله مما مضى. يعني كما قلت لكم، الجهل أو الهوى أو مخالفة المذهب أو الحسد قد يفعل شيئا في النفوس، وهذه نفوس بشرية. فهذا ابن شبرمة كان يقع فيه، فلما سمع هذا الجواب مباشرة في بسرعة علم أن الرجل فقيه واستغفر الله تعالى مما مضى. يدخل عليه الخوارج، الخوارج كانوا
كما أسلفت قبل ذلك في بيان مسهب، لكن أذكر هذا لمن لم يحضر أو لمن لم يسمع الحلقات الماضية. الخوارج كانوا من أكبر الأسباب التي عطلت الفتوحات في زمان الدولة الأموية، ما هي عطلت مباشرة أو عطلت كلية، لا، لكنها خففت من مد الفتوحات. الخوارج كانوا السبب الأكبر في هذا، فإن الدولة الأموية كانت ترسل إليهم تارة 40,000 وتارة 20,000، يتصوروا جيشا من 40,000 يخرج إليه شبيب وامرأته الغزالة المشهورة هددة الحجاج وغيرهما 400، فيهزمون الجيش في 40,000 من بني أمية، وهم 400 الخوارج، فكانوا مصدر إزعاج وقلق دائم للدولة، وكان العراق ميدانهم الذي فيه جلون، فإن الدولة كانت بالشام. فهنا يدخل عليه أحد الخوارج من قادتهم والسيف مصلت وجماعة لا يرقبون إلا ولا ذمة ولا يخافون الله تعالى في مثل في هؤلاء المسلمين، ولا يهمهم إن كان أبا حنيفة أو غيره من علماء المسلمين، يقتلونه الأدنى سبب. فقال تب، قال مما؟ قال من تجويزك التحكيم. قال تقتلني أو تناظرني؟ قال بل أناظرك. قال فإن اختلفنا من يحكم بيننا؟ قال اختر ما شئت. قال اختار هذا من أصحابي. قال ترضى بي؟ قال نعم. قال وإن اختلفنا نرجع إليه؟ قال نعم. قال فأنت الآن جوزت التحكيم، يعني أنت الآن جوزت التحكيم، أنت تقول هو تب من تجويزك التحكيم الذي كان بين الحكمين في زمن علي رضي الله عنه، مشهورة القصة. فيقول له أنت الآن جوزت التحكيم بيني وبينك، فكيف إذن علي رضي الله عنه لا يحكم؟ فهذا ذكاء في الخروج من هذا المأزق. ادخل عليه أحد الخوارج وهو أيضا مع تلامذته وبالسيوف، لأنهم ما يبالون، يقتلون المسلم ولا يبالون للأسف الشديد على أنه مرتد أو كافر أو كذا، فيقتلونه يسبحون دمه بسهولة. وإنا إلّا أن إليه راجعون، حوادث كثيرة في صدر الدولة. المهم فدخلوا عليه في المسجد، قال من أنتم؟ هو الخارج يسأل أبا حنيفة والجالسين من أنتم؟ فأشار أبو حنيفة الأصحاب بالسكوت، قال نحن المستجيرون. اسمعوا، قال نحن المستجيرون. الآية ماذا تقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهو يقول نحن مستجيرون، ما قال نحن مشركون، قال ذكاء، قال نحن مستجيرون. قال لأحد أصحابه الخارجي اقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم القرآن، قال أبلغه مأمنه. فقام أبو حنيفة ومن معه إلى بيوتهم تحت حراسة الخوارج. فهذا يعني هذا رجل يعرف كيف يتصرف ويعرف كيف يخرج من المحن التي كانت تحيط به رحمه الله تعالى في زمانه. أبو جعفر المنصور كان موقف سيء مع أبي حنيفة، كان معجبا به، معجبا بعلمه وذكائه، فأتى به يوما وقال في زمن الدولة العباسية طبعا، وقال له تلي لي قضاء. قال لا أصلح يا أمير المؤمنين. قال كذبت، إنك تصلح. قال قد حكم علي أمير المؤمنين بأني كاذب، والكاذب لا يصلح القضاء. فأتعبه بهذا، فأمر بحبسه، أمر بحبسه. ثم ضرب أصواتا، قيل هي 21 صوتا، وقيل هي 10 و100 من الأصوات، وقيل لم يضرب لكنه حبس وضيق عليه وأخرج إلى داره في إقامة جبرية إلى أن مات رحمه الله تعالى. لكن على كل الأقوال فهي محنة أصابت هذا الإمام بسبب رفضه المطلق لتولي القضاء. ولماذا يرفض؟ هذا السؤال في رواية بيّنت هذا، قال يا أمير المؤمنين أنا نفسي أضعف من أن أحكم عليك وعلى وزرائك وأصحابك، فانظر لمن هو أقوى نفسا مني فإنه يستطيع أن يحكم عليك وعلى وزرائك وقوادك. فقال لا لكني أريدك. فبالغ وحلف، وحلف أبو حنيفة ألا يلي. فالربيع الحاجب متعجب يقول له أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على تكفير يمينه مني، فإني والله لا ألي القضاء أبدا. فحبس. في موقف آخر اجتمع الناس عند أبي جعفر، فجاء الطوسي وكان من أعداء أبي حنيفة، فقال اليوم أقتل أبا حنيفة، يعني ورطوا في مشكلة مع أبي جعفر فيقتل. قال يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يأمرنا بضرب أعناق رجال لا ندري من هم، أفيجوز لنا هذا؟ اسمعوا الورطة، ورطة أمام الوزراء والقواد وأصحاب الشرطة وأمير المؤمنين جالس وكذا. قال يا طوسي أمير المؤمنين يأمر بالحق أم الباطل؟ قال يأمر بالحق.
قال أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه، فقيده أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. فبعد ذلك يقول لمن حوله أراد أن يوثقنا فربطته، لأنه يعني أراد أن يورطه، ف يعني جعله هو متورطا وفي حرج. فعلى هذا المستوى كان في ذكائه، لذلك كان تنسب إليه الحيل. هي ليست حيلا، هي هو ذكاء يتخلص به من المضائق، وهو لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، فقد كان موافقا للشرع في كل ما يقوله في هذه الأمور، وهو أورع وأتقى لله تعالى من يخالف الشرع مخالفة وهو يعلم، وهو يعلم. معاذ الله، فإنه كان بكاء. يعني هذا من عبادته، أنه مر بآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فظل يرددها طيلة الليل حتى أصبح وهو يبكي، رحمه الله تعالى. فمثل هذا لا يمكن أن يخالف الشرع عن قصد، معاذ الله، أو أن يتحيل عليه أيضا، معاذ الله. وبعض الناس ينسب إليه وإلى أصحابه الحيل، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد تحدث عن ذلك في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمن شاء أن يستزيد ويرجع. لكنه كما قلت لكم كلمة ثناء، واتفق على تقديمه، واتفق على تحسينه وتوثيقه رحمه الله تعالى. والمذهب مذهبه كما قلت لكم منتشر بين الأمصار، مرتفع ذكره إلى يوم الناس هذا. وما كان الله ليترك أغلب المسلمين يتعبدون بمذهب هذا الإمام وهو غير ثقة، معاذ الله. ليس هذا من سنة الله تعالى في عباده، نعوذ بالله من ذلك ومن الهوى. إذن يعني هذا الرجل صاحب ذكاء وصاحب ورع وصاحب علم وصاحب فهم وصبر وقدرة على التحمل. لأن العلم يحتاج إلى مثل هذا. العلم يا أحبابنا ليس لقمة توضع في الفم، بل العلم يحتاج إلى استعداد فطري، وقد أوتي منه شيئا كثيرا، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طاعة وورع، وهذه الصفات توفرت فيه. لذلك لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. لذلك كان يقول لابنه حماد، يرسل إليه رسالة ويقول: أنت تعلم أن قوتي في الشهر درهمان، فعجل به، ما يتقوت إلا. لذلك وصفه غاسلوه على فراش الموت أنه كان قد لاحت عظامه وبدت وضعف وهزل، رحمه الله تعالى. ذلك أنه توفي سنة 50 و100 عن 70 عاما قضاها، فقد أوتي عمرا مناسبا جدا لنشر علمه وبثه في الأمصار. وما مات رحمه الله تعالى إلا وأهل الأمصار محتاجون إلى علمه وفقهه. والثناء عليه من أئمة كبار. يقول يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام كبير من أئمة السلف، من أئمة الجرح والتعديل: لا والله ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة رحمه الله. ويقول الشافعي، وهو من هو؟ هو العالم الكبير، وقد أوردت لكم سيرته في حلقة من حلقات السابقة، وعالم قريش، وهو يعني أكبر من أن يذكر الآن بهذه العجالة. لكنه يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال على أبي حنيفة. والطريف أن الأعمش وهو شيخه في الحديث يقول له: يا أبا حنيفة، لو كان العلم بكثرة الحديث وكثرة اللقي لكنت أعلم منك. الأعمش يعني جالف الأرض وأخذ عن مشايخ وأخذ عن محدثين كبار، وله آلاف الأحاديث وحديثه مخرجة في كتب السنة وكذا، لكنه يقول: لكنه عطاء من الله تعالى. الأعمش يتعجب من علم أبي حنيفة، يقول: هذا عطاء من الله تعالى، وإلا فأنا أكثر لقيا للمشايخ منك وأكثر تلقيا للحديث منك. وكان الشعبي يعظمه، وكان عبد الله بن مبارك يعظمه، والفضيل بن عياض وهو من هو كان يعظمه. إذن هذا هو الإمام، وهذه سيرته، وهذا مذهبه. ولا يقبل اليوم بحال الطعن فيه أبدا، ولا لأن بعض الناس إذا ذكر وقيل أبو حنيفة أو قيل حنفي أو كذا تجده يمتعد. والحق يا أحبابنا في هذه المسألة أن للإنسان، وهذا خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة، أن للإنسان أن يتبع أي إمام من أئمة المذاهب الأربعة، لا حرج عليه في ذلك،
لكن إن علم الحق يقينا في مذهب غيره اتبع مذهب غيره، اتبع هذا المذهب الآخر وترك قول إمامه. هذه نقطة مهمة، لأن ما منهم من أحد إلا يقول إذا وصلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، احتراما وإجلالا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم بداية حديثي كان له مقاييس في قبول الحديث، وعلمه جرى على هذه المقاييس. فمن أراد اليوم أن يتفقه مذهب أبي حنيفة لا بأس، لكن لا يكون متعصبا له، لا يكون متعصبا له. فإن في بعض أتباعي، لا أقول تلاميذه معاذ الله، تلاميذه أئمة كبار، فإن في بعض أتباعه بعض المتعصبين لمذهبه الذين كانوا يرفضون النقاش تماما مثل هذه القضايا، ويقدمون قوله مطلقا ولا يقبلون بأي شيء يخالف قوله. وما هكذا العلماء المنصفون، وما هكذا طلبة الحق المنصفون، بل إن المنصف إذا جاءه القول الصحيح الذي يعلم صحته أو الذي أدرك صحته فليس عليه إلا أن يتبع القول الصحيح. لكن العامي الذي لا يعرف، الإنسان طبيب مهندس ما عنده وقت ولا عنده أصلا رغبة في معرفة أقوال الفقهاء والصحيح منها والضعيف وكذا وكذا والشاذ والمقبول، ماذا يصنع؟ يتبع أي مذهب من هذه المذاهب، لا حرج عليه في ذلك أبدا. لأن بعض طلبة العلم اليوم إذا قيل فلان حنفي أو فلان حنبلي أو فلان شافعي أو فلان مالك تجده كأنه يعني يتنقصه، يقول إيش هذا، نتبع الكتاب والسنة. وأنا أقول سبحان الله، من أين أخذ هؤلاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة، وكان لهم تلاميذ ومدرسة هذبت على مدار أكثر من 1000 سنة، وهذبت أقوالهم ووضعت ورتبت، فمن كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. هذه نقطة نفهموها رجاء، من كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. أن أتبع أبا حنيفة وأتبع مالكا أو أتبع الشافعية وأتبع أحمد على مدار 1000 سنة أو أكثر من التهذيب والتصحيح والتقديم والتأخير والترتيب للمسائل على أيدي علماء عظام من تلاميذهم، خير لي والله نتبع قول فلان وفلان لمن يصيب اليوم ويخطئ غدا، أو من يأتي بالقول اليوم ويرجع عنه غدا. هذه نقطة لابد أن نفهمها. لكن إذا جاءنا أحد بحديث صحيح أو بقول صحيح ورأينا صحته، وكما يقال على الحق علائم من نور، على الحق علائم من نور، فلا شك نأخذ بمذهبه ونترك قول الإمام الذي نتبعه إن رأينا الحق في هذا القول. هذا هو خلاصة المسألة في هذه القضية. فلطالب علم مبتدئ أن يتفقه بأي من أصحاب المذاهب المتبوعة، لا شيء في هذا ولا ضير، لكن على الأقل يكون غير متعصب، يكون غير متعصب، لأن نحن نتعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فقول مالك الذهبي الذي انتشر في الأمصار والأعصار ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، ما عدا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ذهبية أيها الأحباب نأخذ بها دوما وأبدا، وعلينا فهم هذا ومعرفته. إذن ففي ختام حديثنا عن هذا الإمام الكبير نقول إنه كان من أئمة السلف المتبوعين، من أهل القرن الأول الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. رأى بعض الصحابة أخذ عن 93 من التابعين، أخذ عن 4000 شيخ، وكانت تلامذته مشايخ كبارا عظاما، وكان فيهم من الزهاد والوعاظ والكبراء الشيء الكثير. لذلك يقول عنهم ما منكم من أحد إلا ويصلح القضاء، وفيكم 10 يصلحون لتأديب القضاء. وهكذا كان، فقد كان أبو يوسف أقضى القضاء في زمان الرشيد في الدولة العباسية القوية، وكان يعنى مع ذلك. يعني هو وجه العجب في حياته أنه كان يعنى بتلامذته أشد العناية. أبو يوسف هذا كان أقضى القضاء كان فقيرا، وكان أبو حنيفة يعطيه كل شهر أو كل مدة 100 درهم فينفقها على والده وعلى أهله حتى يتفرغ طلب العلم، ثم يعطيه 100 درهم أخرى، وهكذا مدة 10 سنوات حتى بز أبو يوسف وارتفع. هكذا هذا الإمام يعنى بأصحابه، يلقنهم، يعلمهم، ينفق عليهم حتى يصيروا أئمة كبارا. فمن كان حاله كذلك فحق لمذهبه أن ينتشر في الأرض وأن يؤخذ به. فرحم الله تعالى الإمام وغفر له وبلغه أعلى الدرجات في الجنان وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم
وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.